اخياتي والساده اهلا بكم في حلقه جديده من نبض البلد تبنى مجلس الامن الدولي الجمعه بالاجماع مشروع قرار فرنسي لمحاربه تنظيم داعش الارهابي في سوريا والعراق ودعا المجلس جميع الدول الى اتخاذ الاجراءات الضروريه بما يتفق مع القانون الدولي لمحاربه المنظمات الارهابيه في العراق وسوريا بما فيها تنظيم داعش والقضاء على معاقل المتطرفين في اراضي البلدين ودعا مجلس الامن في قراره الى تفعيل الجهود لوقف تدفق المقاتلين الاجانب على سوريا والعراق وتجفيف منابع تمويل الارهابيين. جاء ذلك عقب تدخل الطيران الروسي في المعركه ضد الارهاب حيث قامت طائرات سلاح الجو الروسي المتمركزه على الساحل السوري بالاضافه الى البوارج الحربيه في بحر قزوين بقصف عده مواقع تابعه لتنظيم داعش والتنظيمات الارهابيه الاخرى وفق التعبير الروسي. الليلة نبحث تطورات عموما تحديدا ما يحدث في سوريا مع ضيفينا الخبير الاستراتيجي الدكتور فايز دويري اهلا بك شرف من بحضورك اهلا والكاتب والمحلل السياسي الدكتور موفق محدين اهلا بك شرفت بحضورك اهلا الحقيقه بـ سابدا بـ بـ بحيث انتهيت والتدخل الروسي كيف نقرا عقب هذا القرار قرار مجلس الامن التدخل الروسي في سوريا من حيث المبدا التدخل الروسي تقريبا مر عليه اكثر من شهر ونصف وبالتالي هو سابق على القرار لكن السؤال ماذا قدم التدخل الروسي هنا مكمل الخطورة نعم من حيث المبدأ أنا رأيي الشخصي أن الذي أطال أمد الأزمة السورية ودمر سوريا وهجر 40% من سكانها هو التدخل الإقليمي والدولي ما جرى في سوريا هو تأثر بمصطلح الربيع العربي أطفال كتبوا على جدران أحد المدارس درع إجاك الدور يا دكتور وهذه العبارة قادت إلى ما قادت إليه وبالتالي تحولت العملية إلى مواجهة مسلحة أفضت إلى الوضع الحالي الآن مرور تقريبا خمس سنوات من عمر الثورة السورية سبب الإطالة هو التدخل الأجنبي نعم. تصريح عبد اللهيان قبل ثلاثة أيام كان واضحا نحن عندما اختلفوا مع روسيا نحن من يحافظ على نظام الأسد ولولا الدعم الإيراني لا سقط نظام الأسد خلال الثلاث سنوات الأولى بمعنى آخر سواء التدخل الإيراني أو تدخل حزب الله أو تدخل أي فصائل أخرى الذين تدخلوا في الأزمة السورية هم الذين عمقوا الأزمة السورية وهم الذين دمروا سوريا فبالتالي التدخل الروسي من وجهه نظر الشخصيه هو مرفوض كما التدخل الايراني مرفوض كما تدخل حزب الله مرفوض كما تدخل اي مقاتل اجنبي على ارض سوريا مرفوض لكن اعود الى حيث بدات ماذا قدم التدخل الروسي حتى هذا اليوم التدخل الروسي شن اكثر من 2300 غاره جويه الان حسب التقارير الوارده من الميدان والتقارير القادمه من مراكز دراسات ومن مراكز امنيه ومن البيت الابيض تسعين بالمئة من الغارات وجهت إلى المعارضة السورية وليس إلى تنظيم الدولة، أي بمعنى آخر أن ما تم توجيهه لتنظيم الدولة هو لا يتجاوز عشرة بالمئة نعم. الآن طيب. هناك إضافة نقطة واحدة. داعش حتى يكون واضح نقطة. داعتني. نقطة داعتني. الآن عشرة بالمئة من الضربات وجهت ضد تنظيم الدولة. ماذا أخرزت على أرض الواقع ميدانياً؟ يجب أن تترجم الحملة الجوية إلى مكتسبات أرضية النجاح الوحيد وأتحدى أي شخص أن ينقذ كلامي هو فك الحصار عن مطار كويرس وبالتالي كان بإمكان النظام أن يفك الحصار لو أراد ذلك منذ أكثر من عامين أي بمعنى آخر الحمل الجوي الروسي المكثف والتي بالأمس تم زيادة الطائرات لتصل إلى 69 طائرة منها طائرات توبولوف 160 استراتيجية كل ما أضافته تهجير 200 ألف من ريف حماة وتدمير البنى التحتية و1300 قتيل مدني ولم تحقق أي إنجازات تذكر ضد تنظيم الدولة واضح جدا أسمع وجهة نظرك دكتور موفق أولا تدخل الروسي سبق قرار مجلس الأمن و مبدئيا التدخل الروسي مرفوض ولم نجني منه شيء اولا فيما يخص الربيع العربي المساله لا تتعلق بتشخيص هذا النظام او ذاك بصرف النظر عن موقفنا من اي نظام هذه مساله لها علاقه باستحقاقات الالفيه الجديده باستبدال دولة سايكس بيكو بأشكال جديدة من السلطة السياسية تنسجم مع التحولات العالمية نحن في العالم حتى الامبرياليات حتى الرأسماليات بدأت تتجاوز ما يسمى بالدولة الثورة الصناعية البرجوازية نحو أشكال جديدة من العولمة <applause> في الشمال لها أشكالها واستحقاقاتها وتداعياتها في الجنوب أخطر هذه الأشكال كما كتب كما كتب الاستراتيجيون الأمريكيون وعلى راسه وسنتحدث عنه جيدا قد يكون اعظم مفكر استراتيجي في المعاصر الان هو الكاتب الامريكي برجينسكي برجينسكي في كتابه خطة لعب يتحدث عن عالم جديد نحن نتحدث مع مطلع الألفية وقبل ما يسمى بالربيع العربي الذي صمم صمم لترجمة هذه السيناريوهات والتصورات كما رسمت في المطابخ, في المطابخ الغربية والأطلسية هل يمكن أن تستثمر نظام أن تستثمر أزمة هنا وهناك هذه مسألة لا تتعلق بترجمة هذه السيناريوهات الكبرى السمة العامة للسيناريوهات الكبرى أيضا أشار لها أيضا مفكر أمريكي كبير كبير وقدم مساهمات في الاستراتيجية الحديثة لا تقل عن مساهمات إبرجينسكي هو المفكر والكاتب ألفين توبلر هذا اشتهر بكتاب شهير له اسمه خرائط المستقبل وكتاب الموجة الثالثة ولكن الكتاب الأهم في أعمال توفلر هو كتاب تحول السلطة هذا كتاب صدر قبل حوالي 30 عاما وهو يلحظ مبكرا ما حاول أن يلحظه برجينسكي لاحقا أه تحول السلطة كتاب يقول أن العالم مقبل على شكل جديد للمجتمعات للدول والسلطات إلى آخره قسم من هذه الدول المجتمعات تذهب بفعل القوانين الطبيعية بفعل التطور الاجتماعي أما في الجنوب كما يقول توفلر أما في الجنوب فلا بد من كسر هذه البنية بنية الدولة والسلطة في الجنوب من الخارج لأسباب لا عديدة لا, يعني لا مجال للحديث عنها في كل الأحوال الربيع العربي لا اريد ان اخلط بين الربيع العربي وبين حق الناس في ان يتداول السلطه وبين حق الناس في ان يكونوا جزء من نظام ديمقراطي الى خيري. هذه مساله مختلفه. الربيع العربي من الفه ليائه جزء من هذه السيناريوهات التي انطبخت في الدوائر الاطلسيه هذا طيب. هذا ابتداء. طيب، فيما يخص التدخل الروسي <applause> ايضا اريد ان احيل الى برجينسكي نحن نتحدث هنا لا نتحدث عن معارك صغيره ولا نتحدث عن ثارات صغيره لهذه الدوله ولا عن حتى عن مظاهره هنا وهناك سواء كانت هذه المظاهره صحيحه يعني الى اخره. نحن نتحدث بـ بـ بدلاله ما كتبه برجينسكي في خطه لعب وخصوصا في رقعه شطرنج يتحدث برجينسكي آه يعني بدون برجينسكي لا يمكن فهم التدخل الروسي ولا يمكن فهم ما يجري في العالم كله يعني آه برجينسكي يعتقد ايضا الى جانب توفلر الى جانب توفلر ان مستقبل العالم الجديد المستقبل السياسي لتوزع الثروات وال حتى ولتاثير الجغرافيا السياسيه في مسيره الاحداث هو في منطقه يسميها الهارت لاند او اوراسيا او قلب العالم هذا التعبير هو لمفكر امريكي سابق اسمه سبيكمان منقول ايضا عن مفكر بريطاني في الجغرافيا السياسيه طيب. اللي هو ماكندر يقول برجينسكي مصير العالم يتحدد في اوراسيا اللي هي او الهارتلاند او قلب العالم التي تسيطر عليها روسيا يضيف برجينسكي يضيف بالاستناد لمفكر شهير في المانيا اسمه كانت هو فيلسوف يضيف وهيجل انه من بين الدول التي تتنحى وتسقط من بين الامم التي تتنحى وتسقط هناك دول وامم تنهض من جديد من اهم هذه الدول المرشح دائما للصعود والنهوض من جديد روسيا هو يقول ليس على الولايات المتحدة أن تعول كثيرا على السوفيتي بإمكان هذه الدولة أن تنهض من جديد وعلينا وعلينا أن نقطع أن, أن نمنع الدب الروسي من الصعود بتطويقه هذا برجينسكي في كتابه رقعة شطرنج بتطويقه بحزام أخضر إسلامي من الجمهوريات الإسلامية السابقة ويقول برجينسكي هذا كتاب قبل عشرين عاما قبل ما قبل ما يستولي الاسلاميون على السلطه في تركيا او او ياخذوها بانتخابات او غير انتخابات او بتواطؤ امريكي الى اخره. قبل ذلك يقول برجينسكي الحجر الاساس حجر الرحى في هذا المشروع هو الانبعاث العثماني ينبغي أن نساعد على هذا الانبعاث العثماني وعلى تعزيز الاتجاهات الإسلامية الخشنة والناعمة كما يسميها علينا أن نعزز هذا الاتجاه لمنع الدب الروسي من الصحوة هذا هو سبب دخل روسيا اليوم الروس الروس في المنطقه مش فقط في سوريا بالمناسبه آآ يعني روسيا داخل على المنطقة ستدخل على المنطقة و و وستكون الرقم الصعب في المنطقة وحتى في حوض المتوسط الذي بقي حوض يعني بحيرة أمريكية وأوروبية إلى آخره لكن رو روسيا قادمة روسيا قادمة في حرب استباقية في حرب استباقيه قبل ان تزدحم حدودها بالمجاهدين الذين صنعتهم المخابرات الامريكيه والاسرائيليه والاوروبيه، هذا هو جوهر الموقف الروسي وهذا هو جوهر التدخل الروسي لكن الدكتور الدكتور فايز واضح كلامه ان كل هذا التدخل الروسي لم يعطي نتيجه لا, لا نتيجه لا. على الارض لا على الارض في نتائج كبيره الدكتور فايز مع احترامي اله وهو خبير استراتيجي وانا اعتز بهذه المداخلات احيانا ينضم الى معسكر المنكرين او ما يسمى بحاله الانكار الجيش الروسي الجيش السوري الان يسيطر على معظم ري... على الجي... الريف الجنوبي والغربي لحلب وانت تتحدث عن 500 كيلومتر الجيش السوري الان اخذ معظم ال... المناطق المحيطة بسلمى وربيعة اللي في ريف اللاذقية الجيش الروسي أخذ الشيخ مسكين وبدأ يقترب وأنها عاصفة عاصفة الجنوب لا 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 هناك إنجازات كبيرة وأنا أنا أقول لك أنا أقول لك خلال عام الجيش السوري سيستعيد الرقة وسيستعيد حلب وسيستعيد جسر الشغور وأدلب وداعش كل وداعش كلها ذاهبة إلى زوال في سياقات طبعا محلية وإقليمية ودولية سنتحدث عنها طيب بس لو سمحت لو سمحت لا سمعت. لا, سمعت. لا لا هو باعتبار انا احترم رايه ضمني الى صف المنكرين انا محايد محلل استراتيجي محايد اقرا الخارطه اتابع ارسم الخرائط احدد اعرف اين هي حدود الاشتباك الفعلي ما بين قوات النظام وما بين المعارضه المعتدله وما بين حزب الله وما بين دون تحيز فقط يقول توسع انا لا اود ان انقل الحلقه مجال اخر بس هو لانه اعتبرني من المنكرين انا اقول لم تحقق القوات السوريه على ارض الواقع بعد الغزو بعد الحمل الروسيه لم تحدد ما يمكن ان يعتبر نصرا على المستوى الميداني وليس الاستراتيجي هذا جميل. واحد. جميل. اثنين ما يجري في الجب الاحمر ومصيف سلمى و وجبل الاكراد وجبل التركمان عباره عن معارك كر وفر ما بين الجهتين. ما يتحدث عنه في الجنوب السوري اليوم في 16 غاره روسيه ضربت الشيخ مسكين والغاره الغربيه وضربت نوى وضربت الحاره وضربت ولا يوجد فيها اي اثر لتنظيم الدوله. التدخل الروسي من وجهة نظري أنا أحترم ما كتبه برجنسكي ولكن لا أعتبر ما كتبه قرآن يتلى وأتقيد به أنا, أنا, أنا باحث استراتيجي قد لا, لا أوضع في صفه ولكن أحترم عقلي الآن عند دعنا نعود إلى ما ذكره بوتين في خطابه في الجمعية العامة وتصريحات بوتين الرئيس رأس الهرم السياسي <applause> جاء ليضرب الارهاب في عقره دار داره قبل ان يذهب الى <applause> روسيا. في 2400 مقاتل اسلامي من الجمهوريات الاسلاميه وبالتالي الاس الارهاب للاسف اقرن بالاسلام فوبيا اقرن بالارهاب السني ووضعنا الارهاب الشيعي في الخزنه لا نتحدث عنه للأسف أنا أنا ضد الإرهاب سني شيعي بوذي بغض النظر لكن إذا أردنا النجاح في محاربة الإرهاب يجب أن نضع طيف محدد للإرهاب الآن بوتين عندما جاء جاء ليدافع عن مصالح روسيا بشار الأسد يعتبر الأداء الطيعة لتحقيق المصالح الروسية والإيرانية جاء ليحول دون تحقق المحور السني نسمي انبعاث عثماني، انبعاث وهابي، انبعاث سميه ما شئت. هناك محور سني يبدا من الحجاز وينتهي في غروزني وهناك هلال شيعي يبدا من قم وينتهي في مارون الراس، يتقاطع في سوريا، من يكسب التواصل، من يكسب سوريا يكسب التواصل، لهذا السبب ايران تصر على نجاح الهلال الشيعي الشمالي لأن هناك هلال شيعي جنوبي، فيما الآن تركيا السعودية قطر تحاول كسر هذا الهلال الشيعي وبالتالي تحاول أن تكسب سوريا يضاف إلى ذلك إذا عدنا خلال العشرين عام الماضي من أيام الاتحاد السوفيتي حتى الآن الخمسة وعشرين سنة الماضية روس الاتحاد السوفيتي وروسيا فقدت سبعة مواقع رئيسية في سبعة دول عربية موطئ القدم في المياه الدافية ولم يتبقى إلها إلا سوريا إلا سوريا فقط لا غير لهذا السبب هناك مصالح استراتيجية في لروسيا في المنطقة بعد أخير وأعتذر للإطالة بوتين يحمل ثنائية في شخصيته يحمل شخصية كاثرين الثانية وهو بالتالي خدمة سبعة وثلاثين سنة وهي صاحبة مقولة يجب عدم السماح بظهور جار قوي لروسيا وبالتالي يجب أن يهيمن على المجال الحيوي والنطاق الحيوي من الجمهوريات الاسلاميه وروسيا البيضاء وغير ذلك ويحمل جينات ستالين الذي عمل ترانسفير كامل واعاد خلط شعوب الاتحاد السوفيتي وبالتالي يحمل فكر كاترينا ودمويه ستالين طيب واضحه جدا، انا راح اسمع وجهه نظرك دكتور موفق واسمع ردك بشار اداء بين روسيا وايران لا روسيا لا تريد ان تسمح بتحقق المحور السني وسوريا ارض معركه وموطن موطئ القدم الوحيد المتبقي لروسيا فهي عن مصلحتها فقط ساسمع ردك على كل ما اورده دكتور فايز لكن بعد فاصل قصير اهلا بكم من جديد مستمرون بحوارنا وضيوفنا الكرام توقفت عندك دكتور واضحة جمله من من العبارات جمله من قراءه ارض واقع يتحدث عنها الدكتور فايز بشار اداه محور سني موطئ قدم تفضل كما قلنا السياسه هي عباره عن وحده وصراع مصالح من المؤكد ان العامل الرئيسي الذي يحرك الحسابات الروسيه بالتاكيد ليس الايديولوجيا ولا ولا تحرك الموقف الايراني الايديولوجيا نحن الان امام تنحل الايديولوجيا بشكل او باخر وامام تقدم للحسابات والقراءات السياسيه ولكن في السياسه تتقاطع المصالح يعني هذا هذه هي طبيعه الاشياء تتقاطع المصالح القصه ليس في تقاطع هذه المصالح القصه في تشخيص هذا التقاطع من يخدم وكيف الى اخره وما هو موقعي كعربي في هذا التقاطع. نحن نتحدث الان عن قوه صاعده كبيره جدا هي روسيا. آه نعم بوتين آه انا اعتقد بوتين آه يعني هو بالاضافه لكاترين الثانيه هو ايضا شكل من اشكال استعاده لبطرس الاكبر. روسيا الامبراطوريه التي تتقدم في البلقان في البحر الاسود بحر قزوين الى اخره تحيط نفسها بالمياه الدافئه هذا طبيعي هذه بالعكس كما هو كما يقول برجينسكي هذه من شروط الامبراطوريه البريه هو هو صنف روسيا بوصفها امبراطوريه بريه مقابل الامبراطوريات البحريه يعني تملك روسيا القدره العسكريه والسياسيه واكثر من ذلك هو هو برجينسكي احيانا يقول ان هناك امبراطوريات تتحول من امبراطوريات بريه الى الى امبراطوريات بريه بحريه او اذا كانت بحريه زي الولايات المتحده وقبلها بريطانيا بدات تتحول الى امبراطوريه مركبه بريه بحريه الروس الان مع وجودهم في البحر المتوسط وطبعا في البحر في, في بحر قزوين وحضورهم بشكل او باخر على ما يسمى بالبحار الخمس بدوا يتحولون من امبراطوريه بريه الى امبراطوريه مركبه بريه وبحريه. م. في الاقليم هناك قوى متصارعه في الاقليم لا شك في ذلك. آه القوة الإيرانية القوة التركية والعدو الصهيوني نحن نتحدث عن ثلاثة قوى تتقاطع مع هذا التشابك الدولي هذه القوة تدخل يعني هي محكومة إما لقانون الصعود أو لقانون الهبوط من الواضح أن العدو الصهيوني دخل مرحلة من التردد والاضطراب لأن لأن الأمريكيين والأوروبيين والأطلسيين بدأوا يبحثون عن قوة جديدة يمكن أن تأخذ أو تلعب الدور الإسرائيلي وأنا أتحدث عن الدور بصراحة عن الدور التركي أو العثماني القوة الصاعدة الثابتة المستقرة حتى لا هي القوة الإيرانية بفعل حنكه سياسيه في اداره هذه الملفات بصرف النظر عن الأيندولوجيا والتشيع، ما يدير الحسابات الايرانيه ليس التشيع على الاطلاق، الذي يدير الحسابات الايرانيه حسابات سياسيه لامبراطوريه صاعده. اكبر دليل على ذلك ان المساله الايرانيه ليست محكومه بالتشيع والتسنن، اكبر مثل مثل كبير. لا اريد ان اتحدث عن دعم علي حماس على سبيل المثال، اريد ان اتحدث على مثلا الم... ال... هذا الاصطفاف الايراني مع ارمينيا الاصطفاف الايراني مع ارمينيا في قصه في القصه المعروفه بين ارمينيا وبين اذربيجان اذربيجان 80% من سكان اذربيجان شيعة 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 هم اتراك شيعة ولكن ايران لم تغلب البعد المذهبي ولكنها غلبت البعد السياسي وفي وتح... سوريا تغلب وتحالف تغلب البعد السياسي نعم وت... وفي شو ولكنها في, في ارمينيا غلبت البعد السياسي على البعد المذهبي اولا ما يحدث في المنطقه ليس ليس شيعي سني القبائل في ليبيا تتقاتل وهي قبائل سنيه تتقاتل تتقاتل على ماذا هذه القبائل السنيه في الجزائر هذه اللعبة لعبت المخابرات الفرنسية والأمريكية بين الأباضية وبين في, في قردايا هذه اللعبة، هذه لا, لا شيعة ولا سنة في الحلقة وفي مصر، مصر كلها سنة ومع ذلك يجري تحريك هذه الجماعات التكفيرية الإجرامية في سكينة وغيرها، مش صحيح. هلا في سمات في في منطقه هون هناك الى اخره في سمات مذهبيه بس هاي السمات المذهبيه لا تقع على الحسابات السياسيه عند الناس الاستراتيجيين لما, لما بيحسبوا سياسه ما بشوف شيع وسني واردن وفلسطين ومسلم مسيحي بشوف الحسابات السياسيه والمصالح تركيا إسرائيل قوة إقليمية مضطربة إيران قوة صاعدة حتما يعني بالإضافة للنفط والغاز والمشروع النووي وبالإضافة لقدرتها على لعب مجاليات حيوية في آسيا الوسطى وأنا هذه المسألة اللي أريد أن أركز عليها الصراع الحقيقي في المنطقة إحنا العرب واهمين كما حتى كما يقول برجينسكي أنا زلمي يساري واشتراكي بل وماركسي ومع ذلك أنا بعتقد علينا أن نتعلم من هذا الفيلسوف الرأسمالي الكبير برجينسكي برجينسكي يقول ما يلي الألفية القادمة ساحات الألفية القادمة ليس الشرق الأوسط وليس النفط وليس النفط آسيا الوسطى باتجاه أوراسيا باتجاه قلب العالم هناك الصراع الحقيقي والإيرانيون والأتراك حتى الإيرانيون والأتراك وهم بيلعبوا في الشرق الأوسط عينهم على آسيا الوسطى أنت بتحكي عارف شو يعني آسيا الوسطى وعن دول البريكس بتحكي عن مليارين من السكان بتحكي عن روسيا والصين والهند و وا و وا و و ومرات النفط ومرات الغاز والأسواق الضخمة و... تتحدث هناك 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 الصراع، الصراع الكبير في اسيا الوسطى، ايران ليش تدخل ايران تلعب هناك وتركيا تلعب هناك يا واسرائيل تلعب هناك احنا احنا هذا في سوريا عم لا 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 في سوريا انا بحكي <applause> لك الصراع على سوريا ما هو في مساله حتى في في العلم السياسي في الصراع هذا الصراع له علاقه باحرف الجر. نحن امام احرف جر سياسيه بشكل او باخر الصراع على مختلف والصراع في مختلف والصراع حول مختلف ويترتب على كل شكل من أشكال الإجابة على هذه الأسئلة يترتب عليها مسائل وتداعيات عديدة الصراع في سوريا صراع مركب صراع في وصراع على الصراع في يعظم من الشأن الداخلي والصراع على يعظم من الشأن الإقليمي والشأن الدولي فيما يخص سوريا وروسيا نعم كما يعني في 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 حيثيه من الحيثيات التي تحدث فيها الدكتور هناك صراع على ما يسمى بالهلالين بشكل أو بآخر بس أنا أتحدث هذه هذه أقنعة أقنعة مذهبية ولكنها لمشاريع سياسية بالمناسبة البفر ستيت البفر ستيت صراع البفر ستيتات أول بفر ستيت يعني أنا أريد أن أذكر أن أذكر في العام 1980 الاتحاد السوفيتي انقلاب عسكري يساري في افغانستان، الثوره الايرانيه والاخطر من ذلك ان الروس نجحوا في جمع حافظ الاسد واحمد حسن البكر وسووا ميثاق التعاون الشهير السوري العراقي. تصور هذا 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 المحور من من يعني من روسيا الى افغانستان الى ايران الى العراق الى سوريا الى لبنان هذا المحور الذي كان مطلوبا منه ان يطوق كام ديفيد ايضا. منذ تلك اللحظه بدات الاستخبارات الامريكيه بالتفكير بخلق اشكال من البفر ستيت يضرب هذا المحور طب اسمح و... لي انا اقاطع دكتور انا بدي ارجوكم نحاول قدر الامكان ظننا في صلب الموضوع في حتى نقدر يعني ونوزع الوقت بشكل مناسب فاعذرني دكتور فايز لكن يعني روسيا أمبراطورية تتمدد وحقها والموضوع ليس لا صراع مذهبي وهي يعني عمليه فقط حفاظ مصالح يعني ليست روسيا هي الموضوع ولكن انا اختلف مع زميلي اختلاف كبير جدا حتى حول توصيف روسيا. مم. روسيا اضعها في ثلاثه مستويات. هي سوبر باور في البعد النووي تستطيع تدمير العالم. مم. هي ريجنال سوبر باور في البعد الاقتصادي. اي دوله عظمى اقليميه واعطيك مثال بسيط. موازنه الدفاع عام 2015 الروسيه 64 مليار موازنه الدفاع عام 2015 الامريكيه 601 مليار يعني كم؟ عشر اضعاف اقتصاد روسيا لا يكافئ اقتصاد كاليفورنيا فبالتالي في الب... وبالتالي الاقتصاد هو الحامل لكل مقومات وعناصر قوه الدوله بس فقط في هذا الجانب نقطه بس واحده في هذا الجانب فقط فضل. انه ما كانش الامور معكوسه في الثمانينات كانت الميزانيه العسكريه الروسيه اكبر او الاتحاد بغض, بغض النظر كثير. انا اتحدث الان أنت عندما تتحدث عند... لا لا امريكا لغايه الان موازنتها العسكريه لا تتجاوز 3 الى 4% من, من الجي دي بي موازنتها اكثر من 2 تريليون النقطه الثالثه فضل. روسيا دوله ناميه في البعد الديمقراطي في الحياه الديمقراطيه تل... يعني ر... رجعنا ل... الى ضيعه تشرين مسرحيه ضيعه تشرين في في في, في 74 مامور الطابو ومامور الضرائب بوتر الرئيس جمهوريه ميدفيديف رئيس وزراء متفيد رئيس جمهوريه بوتر رئيس وزراء اذا احنا الان روسيا سوبر باور على مستوى العالم في البعد النووي ريجنال سوبر باور في البعد الاقتصادي دولة نامية في البعد الديمقراطي أنا هذا رأيي في روسيا قد يختلف في زميلي وضيفك الكريم معي لأنه بيقول لك أنا ماركسي وبالتالي أنا أعذر في هذا الشيء الآن السؤال احنا نتحدث عن ازمه في المحيط الاردني صحيح. ازمه العراق وسوريا لا بدي اذهب لواشنطن ولا لا الكريملين. الان هناك ازمه هذه الأزمة لها مسببات الكثيرة احتلال العراق إلى غير احتلال العراق مظاهرة طلاب درعة لكن في واقع مجسد على أرض الواقع الآن كل ما نتحدث عنه هو أعراض لمرض مريض السرطان ترتفع حرارته أنا ما بعالج ارتفاع الحرارة بدي أعالج السرطان. السرطان يكمن في سوريا في النظام السوري. أي نظام في العالم يثور شعبه عليه، إذا كان يملك حس المسؤولية الوطنية يستقيل من أجل الوطن. رئيس وزراء لتوانيا قدم استقالته عندما سقطت مظلة أحد المتاجر نتيجة تراكم الثلوج. فبالتالي ألا يكفي بعد أكثر من مليون قتيل وجريح، أكثر من 12 مليون مشرد، أكثر نحتاج إلى 200 مليار لإعادة بناء سوريا، من أجل أتمسك بكرسي؟ ماذا قدم هذا الكرسي من من ثلاثة آذار من 8 آذار 63 ماذا قدم للشعب السوري؟ أنا 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 جالس في الأردن لكن ماذا قدم؟ ولا أنكر عروبتي ولا أنكر إسلامي إذاً هناك مشكلة مزمنة في سوريا اسمها النظام السوري هناك مشكلة في العراق بعد سقوط نظام البعث العراقي والاحتلال الأمريكي وحل الجيش العراقي وتفصيل الدستور العراقي على كما ذكر أحد الاخوة العراقيين عندما قال تم صياغة الدستور العراقي من قبل ثلاثة جماعات جماعة كردية مدركة للأبعاد السياسية جماعة شيعيه غير مدركه للابعاد السياسيه وجماعه سنية يتيمه على طاوله لئام اذن لا بد من مصالحه وطنيه في سوريا والعراق ولا بد من ان تطبيق عداله انتقاليه في سوريا والعراق جميل. المجرم يحاسب سواء من الثوره او من النظام راس النظام بريء يعمل له تمثال على جبل قاسيون راس النظام مدان يحاكم ويرمى في السجن هذا ما اقوله، انا اتحدث جداً. عن دولة مواطن واضح جدا، راح اسمع وجهة نظرك واضح جدا، كلام الدكتور فايز في عدة امور، راح نرجع لها بعد فاصل قصير، ابقوا أهلا بكم من جديد مستمرون بحوارنا وضيفينا الكريمين ودكتور موفق عشان نكون صريحين، مليون قتيل ومصاب 2 مليون 12 مليون عفوا مهجر و200 مليار 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 كلفه اعاده اعمار ومرض في يجب اجتثاث النظام حتى تعود الامور بهدوء بصراحه هذا كلام دكتور فايز تفضل طيب اولا بالنسبه للاقتصاد الروسي ايضا بالعوده الى توفلر يتحدث توفلر عن تحول السلطه وتحول شكل الاقتصاد الاقتصاد الراسمالي في شكله التقليدي انتهى مع ازمه مانهاتن مع ازمه مع الازمه اللي قبل سنوات دخل في ازمه حقيقيه ازمه بنيويه توفلر يتحدث عن الشكل الجديد للاقتصاد الثوره المعلوماتيه مهمه في هذا الشكل والجيوبوليتيك والجيوبوليتيك و هذه الاسواق الضخمه لو نظرنا الى الخارطه خارطه التحالفات الروسيه والتحالفات الامريكيه لوجدنا لو ان روسيا مع البريكس عمليا تسيطر مع امريكا اللاتينيه مع الهند مع الصين مع البرازيل مع كذا عمليا خلال السنوات القادمه ستصبح القوه الاقتصاديه الرئيسيه هناك في البريكس وزائد الجيوبوليتيك في اوراسيا طيب. هذه مساله طيب. المساله الثانيه حول ما يجري في سوريا ما يجري في سوريا مصمم لكل المنطقة العربية انتهاء دولة سايكس بيكو انتهاء الدولة اللي بيسموها الدولة الشمولية الدولة البيروقراطية دولة الجيوش دولة القطاع العام دولة الدعم الاجتماعي بصرف النظر عن التفاصيل السياسية في شكل الحكم والتحالفات الطبقية وغير الطبقية بصرف النظر عن ذلك طيب. المطلوب تفكيك الدول م. واستبدالها بالفوضى المطلوب المطلوب تفكيك الجيوش واستنزاف عبر ميليشيات تكفيرية المعركة في في مصر في في ليبيا في كل مكان ليست معركة ضد نظام ليست معركة ضد جنرال هذه معركة لها علاقة بتفكيك البنية كاملة بعدين اطرح كما كما شئت من من, من, من كلام عن حقوق الإنسان والمواطنة وكلنا مع حقوق الإنسان ومع المواطنة المسألة أكبر وأعقد من ثارات صغيرة ومن حسابات هنا وهناك فيما يخص الدستور العراقي بالضبط ما قاله الدكتور دقيق دقيق كل ما يجري في المنطقة هو نمذجة المنطقة وتحويل هذا العراق ما بعد الاحتلال ما بعد تدمير دولته الوطنية اللي كانت توصف بأنها دولة شمولية ومركزية وديكتاتورية وبيروقراطية كما يوصف النظام السوري كما وصف النظام الليبي تحطيم هذه الدولة الشمولية هذه الدولة المركزية، دولة الطبقة الوسطى، دولة الجيوش، دولة القطاع العام، تحطيمها واستبدالها بأش... بفدرالية كنتونات طائفية. الذي بعد... وضع هذا الدستور سمحي. لم تتحطم سوريا بعد؟ لا لا بعد لا لا, لا لن تتحطم سوريا صامدة وباقية و... و... ولن تتحطم وقوية في نظامها ورئيسها وجيشها وشعبها وتحالفاتها. <applause> نوح فيلمان الذي وضع الدستور العراقي، تعرف من هو؟ نوح فيلمان؟ هذا اليهودي. الذي حول العراق او ضرب الدستور العراقي من دستور دوله مركزيه الى دوله كنتونات هذا الذي وضع الدستور الجديد للمعارضه العراقيه اللي الدكتور زعلان لانه الجيش الروسي يضرب معاقلها هذه المعارضه الكنتونيه هذول هم الطوائف الطائفيون الكبار هم اللي بيشتغلوا على ايقاع دستور نوح فيلمن في شمال العراق في شمال سوريا وفي جنوب سوريا، الذين يريدون تحطيم الدوله السوريه وتحويلها الى تحالفات وتفاهمات مذهبيه و واضح و و وغير مذهبيه واضح جدا، اسمح لي، طبعا ليش دكتور فايز؟ يعني التجربه امامنا، فضل. ونحكي عن تجارب واقعيه، يعني فضل. الدوره الشموليه في العراق انتهتها والعراق مقسم ومدنه مقسمه يا سيدي سوريا دوله أوكي. شموليه تدعم قطاع و... و... وتح ونش معلش اسمح فضل خمس سنوات م. النظام لا يزال موجودا في سوريا حافظ على نفسه جيشه لا, لا يزال يقاتل على قدر الامكان اختلف سيدي. معك سمط. أختلف, سمط. فضل. اختلف معك تفضل اولا دعنا نعود الى تصريحات من يدعم النظام م. حسن نصر الله امين عام حزب الله م. تحدث في خطابه وارجعوا للارشيف ذكر بالحرف الواحد تدخلنا في اللحظة الحاسمة لو تأخرنا اسبوع لسقط النظام السوري، نصدق حسن نصر الله ام نكذبه؟ هو حليف النظام. طيب. أمير عبد اللهيان يقول: لو لم نتدخل، هذا قبل يومين، لسقط قبل ثلاث سنوات. أوكي؟ الآن من الميدان من الميدان أعتى المعارك تحدث عنها الدكتور هي في ريف حلب الجنوبي. تم أسر ثلاثة من حزب الله وتحدث وهناك تقارير ميدانية. تأتي من الميدان دور الجيش السوري تنظيم حركة مرور المقاتلين لا يوجد جيش سوري حقيقي اللي بيقاتل في ريف حلب الجنوبي ريف حلب الجنوبي الشرقي تحديدا يقاتل فيه لواء النجباء الايراني خمس الاف خمسمائة مقاتل ايراني في ريف حلب الجنوبي يقاتل آآ آآ تنظيم فآ لواء فاطمة الهزارة مدعوما بحزب الله لا يوجد جيش سوري بالامس صدر في سوريا اي شخص فوق الستين ممكن ان يأخذ التجنيد امبارح خطيب الجمعة في المسجد الاموي مو... م... مسجد الامويين بيقول بت... للشعب السوري بكل ما بدأ تستخدم كلمة لا تليق انت بتطلب كهرباء ابعث ابنك للقتال مشان, ه... مشان تجيك كهرباء النظام السوري منهار عناصر الدولة خمسة والدكتور يعرف ذلك أقلها قيمة النظام لانه هناك الشعب والارض و, و و و لم يعد شعب، لم يعد ارض، يسيطر على 18% من مساحه سوريا. 18% ليست 18.5% 18%, 18 بينما بقيتها تحت سيطره الاطياف الاخرى، حتى ال 18% التي يسيطر عليها ليست تحت سيادته. في دمشق السياده لايران. في الساحل السياده لروسيا. الا ذقي ومطارح ميميم يعني الاعلام الان الاعلام السوري اذا اردت ان تعرف الحقيقه هو مثل الاعلام الروسي مثل الاعلام المصري كانت اسرائيل تجتاح ثلاثه دول عربيه واحمد سعيد يقول تجوع يا سمك كانت الطائرات المطارات العربيه مدمره وفي تصريحاتنا الغريبه في اعلامنا الطيران الاسرائيلي يتساقط كالذباب الان الاعلام السوري يصور انتصارات وهي في الواقع لا توجد. انا اتحدى اي باحث ومحلل عسكري ان يثبت لي ان الجيش السوري انتصر في معركه واحده بجهده الخالص من تاريخ تفجير الازمه في شهر 7 2012 طيب يعطوني معركه واحده يقولوا هذه انتصر فيها الجيش السوري بجهده الخالص. طيب انا بس قبل ما ارجع لك في هذا السؤال دكتور موفق عندي سؤال واحد دكتور فايز انك ذكرت جهه ولم تذكر الاخرى داعش النصره كل التنظيمات المقاتله في سوريا هيك بدي اسميها وسميها انت ما تريد هاي عندك احنا قلنا النظام في سوريا وجيشه يقاتل مع حزب الله وجيش الروسي والجيش الايراني هذول مين هذول سوريين لو سمحت اوضح الصوره ارجوك الان جبهه النصره مدرجه على قائمه الارهاب العالمي م. وسبب ادراجها هو القرار الخاطئ الذي اتخذه ابو محمد الجولاني اميرها عندما بايع ايمن الظواهري لو لم يبايع الظواهري لم ت... لن توضع على قائمه الارهاب وسعت... وتعتبر موجوده على مسافه ما م. ما بين الاعتدال والتطرف مثل اجناد الشام واحرار الشام وغير ذلك طيب. الان جبهه النصره انا هنا لا اسوق لجبهه النصره هي مصنفه ارهابيا على مستوى العالم ولكن يجب ان نعرف حقيقه ان 85 الى 90% من القوى الفاعله والمقاتله في جبهه النصره سوريه. سوريه مش مش مستوردين طيب اسمع وجهه نظرك توم الجيش السوري لا يوجد جيش سوري من يقاتل الارض حزب الله وايران و... 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 وروسيا يوجد و... يوجد براميل متفجره طيب. فقط ويسيطر على 18% ولا يملك سياده عليها يعني برضو من حق الدكتور ان يبقى في معسكر الانكار والفضائيات والفضائيات النفط والغاز وال لا لا عذرا لو سمحت لي. لو سمحت لي. أنت أنت انا اكرم اكرم واشرف من ان توجه لي هذا الكلام لو سمحت لي انا محلل محايد انا لا, لا اعتاش على الفضائيات ولا اعتاش على على, على, على دول الغاز والنفط أنا اللواء الدكتور فايز لو سمحت لي إهانة لن أقبل فيها أنا اللواء فايز الدويري باحث إستراتيجي أعتد بعلمي أعتد بأخلاقي أعتد بوسطيتي أعتد بوطنيتي لا أقبل أي كلمة أن لا يقال بعتذر منك دكتور فايز لا أرجوك أنا دكتور لا أقبل. أرجوك دكتور موفق ولو أعرف هذا المستوى من الحديث أنا بفك المايك وبطلع أرجوك أنا معروف على مستوى العالم أرجوك ما ولا أعتد بأقوال بريجنسكي ولا توفلر وأنا دكتور تربية وقارئ عنهم طيب وكل ما تحدث فيه انا اقدر أن انقذه شكرا شكرا دكتور دكتور موفق لا لا لا, لا. الامور الامور دائره الانكار والغاز الخليج. والنفط والرز طيب. انا مو عبد الفتاح السيسي حتى اتحدث عن الرز الخليجي انا فايز الدويري تفضل دكتور موفق جبهه النصره م. اللي بين الاعتدال وبين التطرف هذه احد اذرعه القاعده اللي فجرت خلف الفنادق في عمان ولا يزال وأنا لسه. قلت أنه لسه. ارتكب خطأ بمبايعته لسه. القائد لسه مبارح. لسه مبارح نتذكر هذه الجريمة المروعة ولا يجوز تسويق جبهه النصرة سواء كان مقاتلينها سوريين ولا ليبيين ولا شيشان جبهه النصرة ظاهره ارهابيه لا مدرجة, عقامة مدرجه على قائمه الارهاب العالمي على قائمه الارهاب انا تحدثت بذلك والموقف منها ما بصير ما شيء يختلف على على هذا الموقف من هذا ال... من هذا الوحش التكفيري الاجرامي اللي صنعته الموساد والمخابرات الامريكيه لا مدرجه على قائمه الارهاب لا لا العزلطان. لا مش صحيح لا, مدرج. لا, لا. مدرج. حزب مدرج حزب الله لم يدرج على قائمه مد... الارهاب بالمناسبه ادرجت الذراع العسكري والسياسي لا 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 وامريكا ادرجت الذراع السياسي يرجع ها... الى الأرشان. هذا شرف لحزب الله اذا الامريكان اذا كان أدرجوه. شرف لحزب الله أنا, الله انا لا ارغب في ذلك الشرف. هذا ح... حزب الله اذا ادرجه اذا, إذا ادرجه الرجعيون والامريكيون والاسرائيليون اعتقد كلمه رجعي انتهت من هذا... قاموسنا ها... ها... انا لم آم... أنا, ل恩... أم... انا لم تنتهي ديكتورية. من قاموسي انا لم انت هناك انظمه دكتاتوريه <متوسيقين> انا لم تنتهي من قاموسي كلمه الرجعي انا انت حر في قاموسك انا 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 بحترم قاموسك انا انا بحترم قاموسك انت كرمت علي بعد اذنكم تفضل شوف لا يزال العالم منقسم بين معسكرين معسكر حركة التحرر وتحالفات التاريخية ومعسكر الرجعيين والصهاينة والأمريكان والأطال والأطلسيين وعملاء النفط والغاز بمنابرهم بتحالفاتهم بكل شيء هذه حقيقة في العالم هلا للأسف الاتحاد السوفيتي لم يعد اشتراكيا ولكننا نحن في رواسب الحسابات السياسية لروسيا الاشتراكية فيما يخص المياه الدافئة والشرق إلى آخره انا لست روسيا انا اتحدث عن تحالف عن تقاطع هذا التحالف مفيد اليوم بكره ببطل الى اخره دكتور الجيش السوري حتى الان حتى الان قدم خمسين الف شهيد خمسين الف قتيل شهداء وليس شهداء. شهيد شهد. خمسين الشهيد يحدد الله لا انا ولا انت على. على رايك على رايك على رايك على الله. رايك على رايك انا ما بقول عن واحد شهيد على, على رايك على رايك الله بيحدد الشهداء خمسين الف خمسين ألف سقط في يعني هؤلاء دفاعا عن بشار الأسد بصرف النظر هؤلاء مش نكره مش حزب الله اللي بقاتل في في جفري في حلب الجنوبي ولا ولا عشرين لا. متطوع إيراني أو سليماني. باكستاني أو أفغاني سليماني قاسم سليماني, سليماني هو من يقود المعارك يا سيدي قاسم سليماني ولا غيره في سمة عامة يا دكتور لا يوجد سمة عامة يا دكتور عامل. الإنكار ما بزبط أنا بقول ممكن أقول أنا, أنا أقول لا أنكر أنا, أنا جسد لا لا يا دكتور أتحدى. أنا بقول في في مواجهة في في مواجهة أتحدى. في مواجهة تحالف مئة دولة من داعش لا توجد مئة دولة هناك ثمان في تحالفات ثمانية وثلاثين فصيل شرعي يقاتل مع معلش نعم انا متاكد آه. ان هناك فصائل والقوميين السوريين يقاتلون اي قوميه يقاتل انتهت القوميه يا مش مش القوميه العربيه انا بحكي عن انتهت القوميه انا بحكي عن الحزب القومي السوري حتى الحزب القومي السوري هو اشلاء يا اشلاء اشلاء ضعيف بصرف النظر انا بحكي ان هناك كتائب للحزب القوم السوري لقوميين لكذا لحزب الله اي انا اشخص حالي. هذا موجودين من ما هي القوة الرئيسية؟ أنا ما بقدر أقول يا دكتور ما بقدر أنا الأرقام عندي أقل. ما يا م... أنا, أنا 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 المعلومات عندي أما هو مش... لما بتقول لي أنه ح... حس... أنت معلوماتك كيف لما بتقول لي أنه نصر الله بقول س... لو, لو... و... هذا كلامه مش صحيح ودعني. لا, تقول الناس لا تقول أنا... أعمل... لا تقول الناس, يا يا لا, تقول الناس. قال لا. أنا لا تقول الناس لا لا تقول الناس لا تقول لا تقول انت شخص قل ما تشاء اختلف و... معنا شخ... في ترتك. ترتك. لا تقول الناس ما لا يرد واقع على الارض شخص واقع على الارض ايوه 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 صحيح بالضبط 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 وتحدث عن مناطق سيطره لا لا في اقول لك اقول لك في قوى في فصائل من 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 كل المناطق باحجام مختلفه تقاتل مع الجيش السوري ولكن القوى الرئيسي لهذه المعركة حتى هذه اللحظة هو الوحدات السورية وحدات الجيش هذه حقيقة تعجبنا ما تعجبنا هذه مسألة أخرى كما نقول أن هناك 150 ألف داعش وجبهة نصرة ومرتزقة وبلاك ووتر مربين مربين اللحة إلى آخره

يا أخي الطيران الإسرائيلي يرتع في السماء السورية واخترق حاجز الصوت فوق قصر الرئيس وهو السلام. موجود فيه دم دمر أكثر من موقع ودائما وابدا هذا حوار ارد ارد في حوار الوقت المناسب هذا حوار يا دكتور يا دكتور شو انت بتقول لي استراتيجي اخي انا أنا, انا لو سمحت يا دكتور لي. انا انا مع دوله المواطن والوطن انا لست انا لست مع الحاكم الظالم هذا تركنا الناس في الشارع هذا حوار لست... يا دكتور انا اجيبك مصير انا انا مصير. انا بتحدث بمستوى أت الحديث أتمنى فيه. عليك أتمنى عليك ان تبقى في هذا المستوى أنا الحديث, أنا الحديث انا بتحدث معك الحديث مستوى الحديث الاستراتيجي حديث ومستوى الحديث السياسي انا بتحدث معك بمستوى الحديث الاستراتيجي يعني هذا كله وين بذهب بالنهاية الان الان احنا وين رايحين معلش باحترامي يعني انا با بفهم يعني واضح انا عندي بدي معلش بدقيقه من كل منكم انت كرمتم علي بدقيقه الى اين نذهب اليوم وين رايحين سوريا متجهه باتجاه الدمار وباتجاه التفتت والدوله الفاشله بسبب كثر الـ 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 الايدي التي تعبث في سوريا تحديدا الايدي التي تدعم النظام نعم. ومقابلها تنظيم الدولة داعش سوريا باتجاه الدولة الفاشله والصومله اسمع دكتور موفق سوري سوريا الى اين سوريا. سوريا اتمنى عليك ان تستقبلنا بعد عام والجيش السوري سيكون في الرقه وحلب والمواطنون الاردنيون بكونوا بيتغدوا رايحين عن طريق الحدود عن نصيب عن طريق نصيب ودرعا بتغدوا في دمشق. طيب اشكركم كل الشكر ضيفي الكريم شرفتوني بحضوركم ليلة اذا الى هنا نكون قد وصلنا نهايه حلقه هذه الليله من نبض بلد رؤيا كما عهدتموها كانت ولا تزال واستبقى دائما معكم منكم واليكم نلتقي غدا تصبحون الف خير. دكتور شكرا جزيلا لك شرف.